مش مشكل. إذا متابعي ومتابعات قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر هنا من مدينة أسفي. نقول لكم شوية ونعود نبينوها. إذن متابعينا ومتابعينا الكرام، أكدوا لنا أن الصوت عندكم مسموع قبل من نبدأ معكم هذا البث المباشر هنا من شاطئ مدينة أسفي. نعرفوا المشكلة ديال هذه الأسرة اللي اختفى الإبن ديالها في ظروف غامضة بعد ما جاء الشاطئ ديال المدينة من سبت كزولة، جاء باش يتبحر مع أصحابه في شهر وفي هذا النهار ديال رمضان، جاء ما رجعش لدارهم. أصحابه في إطار تضارب الروايات كيقولوا ما شفناش ما عرفناش لا حكى والواد غرق. غنعرفوا التفاصيل أكثر على هذا البث المباشر من طرف الأم ديالو اللي غادي تحكي لنا التفاصيل كاملة. السلام عليكم. وعليكم السلام أخويا. وإذا سمك الله منين جيتوا نتوما؟ هذا الوليد هذا شنو وقع ليه؟ فين وقع؟ أنا حبيبة العبيدي. الوليد سميتو اللي كنخربوا عليه؟ محمد الرشيدي. محمد الرشيدي شحال في عمره؟ 16 عام. 16 فين مشى؟ فين كان كيقرا؟ كيقرا في الليسيس كزولة. كيقرا في سبت كزولة في الثانوي. شنو وقع لك؟ كيفاش تغبر هذه الغبرة هذه؟ كيف فين كان هذاك النهار؟ نهار الجمعة هذا الشيء هو البارحين؟ نهار الجمعة خرج من الدار عادي موتو. تينو ذا وليدي مشى لسير المدرسة لبس حويج جاتو وداز من حدايا قال لي الله يعاونك الوالدة ومشى. قرا ساعتين ديالو ديال الصباح ديك 3:30 4 لاروب تعيط لي باه. عيط لي باه قال لي حبيبك نعم. قال لي حبيبك نعم. قال لي محمد مات. قلت لي علاش محمد مات؟ مال محمد ما خسر لي حتى شي حاجه. قال لي محمد دا البحر. ملي قال لي انت ما في خبارك يجيك ساعه راه هبط البحر ولا شحال؟ قال لي راه الدري غلق في البحر حتى شي حد ما قلب عليه حتى شي حد ما سول عليه حتى شي حد ما دار لي حتى شي حاجه. ملي جا عندهم عطاو غير الحوايج ديالو الشكاره ديالو قال لي صافي سير حتى نعيطوا ليك. الغد ليه هوت هنايا تمشيت عندهم قلت لهم علاش ما قلبتوش لولدي علاش ما سولتوش عليه البارح علاش؟ قال لك لا غيجوا دروك الغطاسه. جاو شي غطاسه داروا واحد ساعه ولا ساعه ولا ربع ساعه حالاتهم كنسولهم كيقولوا لي سيري حتى نعيطوا عليكم. حتى شي خبر ما كاين على ولدي ما عرفتو ميت ما عرفتو حي. انا عا يقولوا لي الصراحه هذوك الاولاد اللي معاه كيقولوا نوبه كيقولوا 4 نوبه كيقولوا 5 نوبه كيقولوا 6 كله واش كيقول وما رجعوا لديورهم وانا ولدي ما رجعش عندي. نهار الجمعه وانا كنقلب عليك حتى شي خبر ما كاين على ولدي. كانت نظمتكم المحسنين الا كان شي مطوع يقلب لي على ولدي في هذا شهر الغفره الله يرحم لي الوالدين. انا كيما كان نوع بغيت نشوفو ما كان ناس ما كان ناكل ما كان حتى حاجه من جهته. كيبان لي قدامي هي الحدا كيبان لي يجي قدامي. ولدي صغير باش نفرحو ولدي مشى سكين بخير ولا خير ما خاصه حتى شي حاجه ما كيعاني حتى من شي حاجه. الوليدات اللي معاه رجعوا ولدي انا ما رجعش للدار سيمانة هادي وانا نقلب والو. الله يرحم لكم الوالدين لما تعاونوا معايا لا كان شي غطاسة ولا شي مطوع يعاونني يلقى لي ولدي قد ميت قد حي. الله يرحم لكم على الوالدين هادشي اللي كنطلب منكم. انا ما بغيت حتى شي حاجة انا بغيت غير ولدي هادشي اللي بغيت. فاش جاو ما جاوش الغطاسة بداو كيقلبوا لا حتى شي حد ما قلب عليا هذيك الساعة ملي جاو علموا البوليس حتى شي حد ما قلب عليا حتى شي حد ما وصلوا حتى النهار الاخر جينا اليوم مشيت اليوم اللي قال لك لا راه غادي يجي يقلبوا قلبوا حتى شو زادوا بحالاتهم من تبتش حاجه ما بقاو قلبوا عليها. تقول شابه اليوم الصويريه كيقول لي غيتلاح في المرسى جات لهنا قال لي حتى شي حاجه ما كاين سير كنعيطوا عليك هادشي اللي كيقولوا لينا. ولدي ما عليه حتى شي خبر حتى شي خبر ما عليه. ولدي انا اش غنقول لك
بقات بان لي حتى شي حاجه، عا ولدي جاي قدامي، هذا هو اللي كيبان لي. الله يرحم لكم الوالدين الا ما عاونوني وقلبوا لي على ولدي، الله يجازيكم بخير في هذا شهر الغفران، الله يرحم لكم على الوالدين، الله ينصر سيدنا الا ما عاوني في ولدي ونبقى عا ولدي. الله يرحم لكم الوالدين، انا بغيت والو، انا بغيت عا ولدي، كان ملي تشوفو كان حي نشوفو، انا بغيت عا ولدي، بغيت شي غطاسي يقلبوا لي على ولدي، الله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم على الوالدين. هادشي اللي كنقول، اللي شافو واللي علم عليه شي حاجه يقولها لي، الله يسهل عليكم هذا شهر الغفران. راكم عارفين بحق الكبده، كاع اللي عندو الوليدات كيعرف بحق الكبده، راه ما كنعس ما كنشوفو، الماكله مابقاش طاحت في كرشي من النهار، مشى ولدي عايشه في الماء بوحدو. الله يرحم لكم على الوالدين، هادشي اللي غنقول لكم. اذا هذه رساله مفتوحه لجميع المتابعين ومتابعتنا الكرام، خصوصا من ساكنه ابناء مدينه اسفي، خصوصا الاولاد ديال القشطه. هذا نداء عاجل للدراري، ان ولاد اسفي الغطاسه انهم يقدموا يد المساعده، وعلى راسهم الجمعيه ديال الغطاسين، واي واحد يقدر يقدم يد المساعده لهذ الاسره، لهذ الام اللي كتبكي بحرقه، فقدات الفردات الكبد ديالها، فقدات ولدها، ما عارفاش ما شايفاش الجثمان ديالو، كتشوف بانه ما كاينش جهود باش انه يتجبد الجثه. صعيب البحر في اسفي، صعيب المنطقه، ما عرفناش بالضبط فين غرق، فين كان غادي يكون، فين كان غادي الديار، واش جرو، واش غيخرج بالبط اخر، واش حاصل هنا وسط الشعاب، واش، ولكن الام كتطلب يد المساعده باش ان الغطاسه هذه مهمه، ما غيديروا ماشي اي واحد غيقدر يقدم يد المساعده في هذه الحاله ديال الاختفاء ديال الطفل اللي هما حسب المعطيات دابا الاوليه، وكل شيء كياكد بانه توفى وهو غارق في البحر. الام كطالب باش ان الابن ديالها يتلقى، كطالب باش ان تلقى الجثه ديالو، على الاقل يطمئن القلب ديالها وتدفنه وتعرف القبر ديالو فين كاين، وتعرف فين تلا ولدها مسكين. ما كرهناش الاخوان ولاد اسفي، ولاد اسفي الاخوان اللي طاقه، الاخوان اللي بارطاج ولاد اسفي باش يقدروا يقدموا لي المساعده لامي حبيبه تلقى ولدها. للاسف هو ميت، الله يرحمه، ولكن ما فيها عيب الاخوان، ما فيها باس المطلب ديال الام ديالو انها تشوف ولدها نظره اخيره، تشوف الجثه ديالو، تعرف فين غتدفنوا، تدفنوا بيديها، وتعرف القبر ديالو، وتعرف المآل ديالو. الاخوان الله يرحم لكم الوالدين، الله يجازيكم عا بخير في هذا شهر الغفران، الا ما تعاونوا معايا تلقى عا ولدي، انا راه ما بغيت حتى شي حاجه، بغيت عا ولدي نشوفه وندفن حدايا ونطمئن عليه ونمشي نزوره ونقول راني دفنتو، فاش بحالي باقي ما شفتش ولدي راني. اللي شافني ضامن معايا، لا كان شي غواص، الله يرحم لكم على الوالدين، الا ما جبدوا لي ولدي كان مسكين حي، مرحبا بي، كان ميت الله يرضي عليا، انا عايش جبدوا لي، بغيت غنشوفوا بعيني، هادشي اللي كنطلب منكم، الله يرحم لكم الوالدين وسمحوا لي بالسيف. حبيبه الاولاد فين قالوا لك، فين قالوا لك غرق، فين قالوا لك ما فجيتي تغد ليه، فين جيت راس اللي فعاه فين؟ حد الدري قال كيعاود صاحبه، قال لي ودي كيبقى كيدور بحال هكا، قال لي الله يسلمك الخاتم، شدوا الخاتم، قال لي بقى كيدور بحال هكا، قال لي ملي غادي كيبقى داير على اليد، كيدير على اليد، كيقولوا ما تقولي ديك الساعه صافي بزاف، الله كيدير على اليد بحال هكا، مسيب كيبقى كيوليدي كيصارع الموت، ويعلم الله اش كان يعيط ماما، ويعلم الله ماما تعالي، ويعلم الله اش كان كيقول وليدي في هذيك اللحظه وانا ما حاضراش لي، يا لم الله اش كان كيقول هادشي اللي قالوا لي الدراري صحابو، يا وليدي انتوما مشيتو معاه وانتوما جيتو وولدي ما جاش، انا راني تحرقت لي بزاف، راه هو يدي لي مليا، راه هو ممنوع عينيا باش كنشوف. الله يرحم لكم على الوالدين، الا كان شي غطاس الله يرحم لي على الوالدين، يقلب لي على ولدي، غنشوفو 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 اخر شوفو، الله يرحم لكم على الوالدين. إذا الأم تجدد الإخوان كتجدد الطلب ديالها للغطاسين والغواصين هنا ديال مدينة أسفي، الغطاسة والمهنيين والناس اللي كيمارسوا الهواية ديال الغطس، أنهم يقدموا يد المساعدة لهذ الأسرة، خصوصا حنا في هذه الأيام المباركة ديال هذا الشهر الفضيل، أنها تقدم المساعدة لهذ الأسرة هذه باش تلقى هذه الأم الإبن ديالها للأسف اللي اختفى على الأنظار، وكيقولوا الأصدقاء ديالو اللي جاوا معاه من سبت كزولة نهار الجمعة اللي فاتت ديال الاسبوع الماضي، كيقولوا بانه غرق، وعلى حساب تصريحات ايضا مره اخرى ديال الام ديالو، كيقولوا بان المشكل كان ديال شي خاتم وجههم، شي خاتم الدوامه البحريه.
هادي كنعاودو نوجهو نصيحه للاخوان الوليدات الناس الاسر كلشي رد البال. البحر راه ما صعيب ما ساهلش، البحر راه ما ساهلش الاخوان، ما ساهلش انا بنادم يتنازل، وما ساهلش انهم يجيو الوليدات يعوموا، بنادم خصو ضروري يبقى رد البال. ونرجعوا للموضوع ديالنا الرئيسي اليوم، رساله عاوتاني مره اخرى للاسره الاسر والغطاسين والناس اللي كيمارسوا الهوايات البحر. حنا كنشوفوا الموج، الموج اليوم طالع بزاف والبحر طالع بزاف، كنتمناو تقديم يد المساعده لهاد الاسره، كنتمناو مع الوالدين الغيزازين بالخير لما يعاونون، هادشي اللي كنطلب منهم انا يعاونوني نلقى ولدي الله يرحمني مع الوالدين، الله يرحمني مع الوالدين اللي شاف شي حاجه لما يقولها لينا، الله يرحمني مع الوالدين. انا راه بقى فيا ولدي بزاف، كنشوف حوايجو كنشوف حوايجو، كنشوف الشكاره ديالو، كنشوف الخطوب ديالو، كنشوف ناقانتو، كنشوف اي حاجه كيبان ليا ولدي قدامي، الله يرحمني مع الوالدين. دابا لي كنت حايده بنتي تقولها لي الله يرحمني مع الوالدين، انا بغيت ولدي نشوفو، بغيت ولدي نشوفو على طريقه، بغيت ولدي نشوفو، الله يرحمني مع الوالدين. لما تعاونوا معايا فهذا الشهر الاخران، تعاونوا معايا نلقى ولدي، راني ما عرفتوش فين، راه الله لي عالم بيا، راه الله لي عالم بيا، كاع كيكون وليداتي دايرين بيا، ولكن هو راه بلاصتو ما كاين حتى شي حد، بلاصتو ما كيعمرها حتى شي حد، الله يجازيكم الله يرحم بكم على الوالدين في هذا الشهر.